تحت الرعاية السامية لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي في طبعتها 16 بمشاركة 50 دولة من مختلف القارات، وذلك بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر وفندق السوفيتال في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 من شهر رمضان 1440 هجري الموافق 25 إلى 31 من شهر ماي 2019. جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي. وندعو المتسابقة فرح البقالي من المملكة المغربية. الموضع الأول إقرائي من قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بغيا من بعد ما جاءتهم البينات و
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا في وقلنا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. حسبك. الموضع الثاني اقرأي من قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد أتنهانا أن نترك ما يعبد انتبهي بنتي عادي عادي. قالوا يا صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموال أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإنا لفي شك مما تدعون وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرهطي أعز السؤال الثاني أو الموضع الثالث اقرأي من قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء ربك ليقولن يا ويلنا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا ظالمين حسبك.
ليقولن إنا كنا معكم ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكافرين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فقلنا من فأنجيناه وأصحاب السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة وكلا كان حسبك وجعلناها آية للعالمين. الموضع الرابع اقرأي من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أنتم تزرعوا أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لو نشاء نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا من على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون حسبك يا ابنتي بارك الله فيك. جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي.